أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كل إنسان معه قرين يلزم أن هذا القرين كافر؟ نعم، معه قرين يدعوه إلى الخير من الملائكة، ومعه قرين من الشياطين، فأيهما؟ هذا من باب الابتلاء والامتحان، فالشيطان يأمره بالمعصية والملك يأمره بالطاعة، فهو مع من غلب منهما، هذا من الابتلاء والامتحان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.